بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده نستعرض عليكم المشكلات الكبيره التي جاء بها تحديث ويندوز 11 الجديد 24H2. منذ ان تم طرح التحديث في 1 اكتوبر الماضي ظهرت الكثير من المشكلات واللي اعترفت بها مايكروسوفت، وعلى اساسها منعت ظهور التحديث على الكثير من الاجهزه. وايضا لو انك ثبتت التحديث قد تواجه هذه المشكلات، يعني هذه المشكلات هي احد اهم الاسباب التي منعت ظهور التحديث حتى الان على الكثير من الاجهزة، بما في ذلك لو انك ثبتت التحديث عن طريق الترقية مثلا او التثبيت الجديد، فقد تكون هذه المشكلات او الاسباب لاي مشكلات موجودة عندك. في صفحة مايكروسوفت للمشكلات المعروفة لويندوز 11 الجديد 24H2 هتلاقي عندك كم كبير جدا من المشكلات التي تتسبب في اخطاء بالويندوز ومشكلات في النظام زي التجمد والشاشة الزرقاء وعدم عمل بعض الوظائف بشكل سليم. اول هذه المشكلات يتسبب تحديث ويندوز 11 الجديد 24H2 في ظهور ملف للملفات المؤقتة او لسجل التحديثات غير قابل للحذف. يعني لو توجهنا الى الاعدادات السيتنجز، بعد ذلك قسم السيستم، ثم بعد ذلك تبويب ستورج، بعد ذلك انك ضغطت هنا على التمبروري فايل، ثم انتظرت بعض الثواني البسيطة الحين تحليل كمية الملفات المؤقتة اللي موجودة عندك على النظام، فتلاقي ان في ملف عندك هنا اسمه الويندوز ابديت كلين اب خاص بسجل التحديثات القديمة. طبعا استعرضنا هذا الامر باستفاضة في شرح مخصص هيكون موجود اسفل الفيديو عن ان هذه الملفات اصبحت متعلقة بنظام تحديثات مايكروسوفت الجديد نقاط التفتيش لتقليل تثبيت التحديثات الجديدة على ويندوز 11 24H2. لكن اشتكى الكثير من المستخدمين عن ان هذا الملف كبير وان هذا الملف غير قابل للحذف. يعني لو انك حددت كل الملفات اللي موجودة هنا، طبعا هنا البريفيوس ويندوز انستليشن ده خاص او بيظهر عندك لما بتعمل ترقية، ملف كبير ايضا تقدر انك تتخلص منه بما في ذلك سلة المحذوفات، طبعا الداونلود ايضا لو فيها شيء مهم ما تحددهاش، بعد ذلك ريموف فايل وكونتينيو، ثم تنتظر ثواني الحين التخلص من كل هذه الملفات، هتلاقي ان الملف في الويندوز ابديت كلين اب بيرجع مره اخرى. فمايكروسوفت بتقول هنا ان الملف بالفعل بيتخلص من الملفات او من التحديثات القديمه، لكن الاداه بتقدم تقارير او بعد عمليه الحذف ان المساحه اللي موجوده دي وهميه. فطبعا اشتكى الكثير من المستخدمين عن عدم القدرة عن حذف هذا الملف، فمايكروسوفت بتعد بإصلاح هذه المشكلة. أظن أن هذا الملف ضروري جدا ومتعلق بتحديثات ويندوز الجديدة، فممكن يتم نقل الملف ده لداخل النظام أو وضعه مثلا في ملفات ويندوز المحمية، فممكن في التحديثات القادمة يتم إصلاح هذه المشكلة ويكون عندك القدرة من تنظيف كل هذه المساحة. ايضا يتسبب هذا التحديث في مشكلة اخرى لاداة تدقيق ملفات النظام واصلاحها. لو انك فتحت موجه الاوامر عندك الـ CMD، بعد ذلك شغلته كمسؤول Run as Administrator، ثم بعد ذلك شغلت الامر الخاص بهذه الاداة SFC مسافة / Scan Now، بعد ذلك Enter، هيبتدي الامر ده في استكشاف ملفات النظام، التعرف على الملفات التالفة وما الى ذلك، ومن ثم اصلاحها. المفروض انك لما تشغل الامر ده تاني يقول لك ان مفيش اي ملفات او لا توجد اي ملفات تالفة او مشكلات، لكن تشغيل الامر ده في كل مرة بيظهر لك اخطاء ان توجد ملفات تالفة في النظام وتم اصلاحها. اذا هذه المشكلة ايضا احد مشكلات تحديث ويندوز 11 الجديد 24H2، وممكن ايضا يتم اصلاحها في التحديث القادم لانه تم اصلاحها في تحديث قناة ريليز، فكده الاصلاح الخاص بهذه المشكلة قد يأتي بنسبة كبيرة جدا او بشكل اكيد في التحديث القادم لويندوز 11 الرئيسي. ده كده كان بالنسبة لبعض المشكلات اللي ممكن تكون بسيطة، لكن هناك الكثير من المشكلات الكبيرة جدا اللي بتمنع ظهور التحديث عندك او ممكن تتسبب ليك في مشكلات كبيرة جدا بعد تثبيت ويندوز 11 24H2. اول هذه المشكلات مشكلة متعلقة باداة ايزي انتي تشيت. تتسبب هذه الاداة في تجمد الاجهزة وظهور الشاشة الزرقاء مع ظهور خطأ الميموري مانجمنت، وهذه الاداة بيتم تثبيتها بشكل مباشر مع بعض الالعاب كجزء من تدابير الامان ومكافحة او منع الغش داخل الالعاب، زي على سبيل المثال العاب ايبكس ليجندز
ايضا الفول جايز والفورتنايت واي ريسنج وراست وغيره من مثل هذه الالعاب. فمثل هذه الالعاب عند استخدامها بيتم تثبيت بشكل تلقائي اداة ايزي انتي تشيت اللي بتستخدمها او بيستخدمها مطورين هذه الالعاب في متابعة او مكافحة عملية الغش او الخداع داخل الالعاب. تتسبب هذه الأداة زي ما قلت لحضراتكم في تجمد النظام، ظهور الشاشة الزرقاء مع ظهور خطأ الميموري مانجمنت، وبسبب ذلك تم تعليق التحديث على بعض الأجهزة. يعني لو أنك بتستخدم أي من هذه الألعاب على جهازك فده أحد أسباب عدم ظهور التحديث عندك، بما في ذلك لو أنك بتستخدم نفس هذه الألعاب أو مثل هذه الألعاب عندك على ويندوز 11.24.2 فهي تسبب في تجمد النظام وظهور الشاشة الزرقاء. ايضا في مشكلة اخرى متعلقة بلعبة اسفلت 8 تتوقف هذه اللعبة عن الاستجابة. لو انك ايضا من مستخدمين هذه اللعبة فنتيجة ان هذه اللعبة بتتوقف عن الاستجابة بشكل مستمر. مايكروسوفت ايضا منعت التحديث على الاجهزة التي تستخدم هذه اللعبة لحين حل هذه المشكلة، وده احد ايضا مشاكل عدم ظهور التحديث عندك حتى الان. بما في ذلك لو انك بتستخدم هذه اللعبة بالفعل على ويندوز 11.24.2 وبتواجه مشكلات عدم الاستجابة والخروج المفاجئ، فكحل مؤقت تقدر تعمل اعادة تشغيل للعبة وسيتم حل هذه المشكلة. ايضا في مشكلات اخرى متعلقة بمستشعرات بصمة الاصبع، كذلك الحال تطبيقات تخصيص خلفية الشاشة. بالنسبة لمستشعرات بصمة الاصبع ففي مشكلة لهذه الاجهزة اللي بتستخدم بصمة الاصبع في مصادقة الجهاز او فتح الجهاز. عند قفل الجهاز لا تعمل بصمة الاصبع او لا تستجيب في فتح الجهاز. كذلك الحال بالنسبة لتطبيقات تخصيص الخلفية او تخصيص سطح المكتب عندك على ويندوز 11، في بعض التطبيقات تتسبب او تتوقف عن العمل او لا تستجيب او لا تؤدي وظائفها بشكل سليم. فنتيجة ذلك نتيجة اخطاء مستشعرات البصمة واخطاء تطبيقات تخصيص سطح المكتب، مايكروسوفت ايضا وقفت التحديث او منعت التحديث عن بعض هذه الاجهزة حتى يتم حل هذه المشكلات. فلو انك بتستخدم اي من هذه التطبيقات او في عندك مستشعرات لبصمة الاصبع قد يكون ده سبب منع التحديث من الظهور عندك. بما في ذلك لو انك بتستخدم ويندوز 11 بالفعل 24H2 فممكن تواجه مشكلات في مستشعرات بصمة الاصبع او مشكلات في تطبيقات تخصيص سطح المكتب لا تعمل بشكل سليم او تتوقف عن العمل. ايضا في مشكلة كبيرة تعترف بها مايكروسوفت وانتل متعلقة ببرنامج تشغيل تقنية الصوت الذكي تتسبب في ظهور الشاشة الزرقاء. برنامج تشغيل سمارت ساوند تكنولوجي المسؤول عن تطبيق الصوت الذكي لبعض الاجهزة من انتل هو المتسبب ايضا في مشاكل الشاشة الزرقاء. هيكون عندك تحت مسمى سمارت ساوند تكنولوجي انتل SST Audio Control، هيكون اصدار هذا البرنامج المسؤول عن هذه المشكلة 10/29/51/52 او 10/30/51/52. لو انك بتواجه هذه المشكلة للشاشة الزرقاء تقدر انك تتوجه الى Device Manager، بعد ذلك هنا في هذا القسم System Devices هتضغط عليه، بعد ذلك هتبحث هنا عن برنامج تشغيل Intel Smart Sound Technology او Intel SST. لو ان هذا البرنامج موجود عندك في قائمة الاجهزة دي فتقدر انك تضغط كليك يمين عليه، بعد ذلك بروبتيز الخصائص ثم ديفايس، ومن هنا تقدر انك تعرف معلومات الفيرجن الخاص بهذا البرنامج. لو كان على سبيل المثال نفس هذا الاصدار 10/29/51/52 او 10/30/51/52 فده هو المسؤول عن هذه المشكلة للشاشة الزرقاء على ويندوز 11/24H2. لكن لو التحديث ما ظهرش عندك فبرنامج التشغيل ده هو احد اسباب عدم ظهور التحديث عندك، لان نتيجة هذا الخطأ منعت مايكروسوفت من تلقي او ظهور التحديث على بعض الاجهزة. طبعا الاجهزة المتأثرة اجهزة انتل من الجيل 11 او انتل 11 جين كور، هذه هي الاجهزة المتأثرة بهذه المشكلة لبرنامج تشغيل السمارت ساوند تكنولوجي. ايضا في مشكلة كبيرة اخرى متعلقة بمتصفح اختبار الامان او متصفح امان الاختبار سيف اكزام براوزر، متصفح بيستخدم لاغراض التقييم الالكتروني او الاختبار الالكتروني او عمليات الامتحان عن بعد. بيواجه هذا المتصفح ايضا مشكلات في التوافق، ولذلك منعت مايكروسوفت بسبب هذا المتصفح او بسبب خطأ التوافق لهذا المتصفح ظهور التحديث على بعض الاجهزة. ايضا هذا المتصفح
لو انك بتستخدمه فهو احد الاسباب اللي بتمنع ظهور التحديث عندك. وبكده نكون استعرضنا لحضراتكم اكبر المشكلات التي جاء بها تحديث ويندوز 11 الجديد 24H2. طبعا في مشكلات هيتم حلها في التحديثات، وفي مشكلات لسه لم يتم الاعلان عن اي حل ليها. فلو انك بتواجه مثل هذه المشكلات الكبيرة عندك على نظام التشغيل بعد التحديث الى ويندوز 11 24H2، تقدر انك تتراجع عن التحديث، تنتظر بعض الوقت لحين ما يتم اصدار او الاعلان عن حلول لمثل هذه المشكلات. بعد ذلك تقدر انك تثبت التحديث تاني او تثبت النسخة مرة تانية. طبعا لو ان التحديث ما ظهرش عندك فطبعا هذه اكبر الاسباب اللي بتمنع التحديث من الظهور على بعض الاجهزة. بس كده حضراتكم هو ده كل ما في الامر، نتمنى نكون افدناكم بهذا الامر، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.